مرحبا يا أبطال، كيف كن اليوم؟ راح أورجيكم الوجبة المثالية للتضخيم شو بتتكون، واللي هي أهم العناصر الغذائية مثل ما شرحت لكم بالفيديوهات السابقة، واللي هي الكربوهيدرات، الدهون الصحية أو الدهون بالإضافة للبروتين. أهم شيء البروتين طبعا. هاي الثلاث عناصر الغذائية هي الهرم الغذائي لحتى جسمك يبني العضلات ويضخمها. بس اليوم بدي أورجيكم وجبة مثالية بتساعدكم إنكم تضخموا، بتساعدكم طبعا إنكم تبنوا عضل بشكل صحيح إذا مشيتوا على نموذج أو على نمط هاي الوجبة. رح أورجيكم هلأ شو رح أطبخ وبعدين برجع لكم. يعني الوجبة المثالية للتضخيم شباب ولبناء العضلات هي الوجبة، أوكي؟ دهون صحية، بروتين عالي فيها من خلال من السمك بالإضافة للكربوهيدرات ولا الكارب او الالياف الصحيه اللي هو الكارب البطيء اللي بيغذيك وبيخلي جسمك يستفيد من كل هاي العناصر الغذائيه. هي الوجبه المثاليه، هذا هو الهرم المثالي والماكروز المثالي لحتى انك تبني عضل بشكل صحيح. اذا بتاكلوا هيك تقريبا مو كل يوم، يعني مثل هيك وجبات كل يوم بس يكون متنوعه، ما يكون بس نوع واحد. الوجبه طبعا المثاليه للتضخيم، اذا بحابب انك تضخم جسمك نحيف ما عم تقدر ترفع وزنك، حاول انك تعمل مثل هيك وجبات كل يوم، تدمج الكربوهيدرات مع البروتين مع الدهون وشوف كيف جسمك رح يكون بيرفكت. رح تبني عضل صافي، مو بس رح يطلع بس دهون، رح يبني عضل صافي. بالإضافة انك انت ممكن تعمل على هاي الأكلة نموذجات، يعني بدال ما تحط مثلا سمك السالمون ممكن سمك التلابيا أو ممكن صدور الدجاج المشوية أو المسلوقة، ممكن لحم الهبر الستيك المشوي ممكن كمان يكون بديل منيح لهي الوجبة. كانت الوجبة المثالية، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا على www.mostyle.st في برامج متنوعة. إذا بتكون تدريب شخصي كمان أنا موجود لمدة شهر واحد. بشوفكم على قريب، أحلى شباب، سلام.